نبتدي من ورا خالص. بصي، من وانا صغيره كان نفسي قوي قوي اكون مذيعه، يعني ده حلم الطفوله فعلا، وسبيسيفيكلي مذيعه مش حاجه تانية. فكنت دايما حتى من وانا صغيره بعرف جو امسك فرشه شعري واقف قدام المرايه واقعد اعمل نفسي بكلم حد والحاجات دي، لحد ما هو ما بقتش فرشه شعري بقى مايك. ف مع الوقت بقى اتطورت، قعدت اخد في كورسز كتير وحاجات كتير ومسبير وبقى وحاجات برايفت، لحد ما ابتديت بالراديو. هتقولي ليه ابتديتي بالراديو وانت دلوقتي على التلفزيون؟ هقول لك، عشان انا كان عندي فيرنس رهيب قوي من الكاميرا في الاول، كنت بخاف، يعني بحس ان انا بتوتر قدام الكاميرا وبتاع، لحد ما بقينا اصحاب طبعا دلوقتي، بس في الاول كنت بخاف شويه من الكاميرا، وبحس ان الراديو مريح قوي بالنسبه لي، وقادره اخرج كل اللي انا عايزه اقوله من غير ما ابقى مرتبكه. مع الوقت قعدت على الراديو كتير، طبعا الراديو بتاع أسامة منير، يعني ده الأب الروحي فعلا، أنا حقيقي ممتنة ليه جدا جدا جدا، كان ليه دور كبير جدا في كوني مذيعة راديو شاطرة، فتعلمت منه حاجات كتير قوي، لحد النهاردة أنا لسه بتعلم منه وبوجه له التحية طبعا. من بعد الراديو جالي مكالمة تليفون، سلمى احنا عايزين كذا كذا مذيعة في قناة تان الفضائية، تعالي عايزين نعمل بايلوت. رحت وعملت البايلوت، يلا هنعمل برنامج، هنعمل برومو، فاهمة الحاجات بتيجي كده. مع ان انا عايزة اقولك دي رسالة لكل حد محبط، يعني ساعات كده الواحد بيبقى مش عارف، طب انا عملت الستاب دي هروح هاخد الخطوة اللي جاية ازاي وامتى. حقيقي والله العظيم مهما قعدتي تفكري وتدبري وتخططي، هي بتيجي من عند ربنا، ما تعرفيش بتيجي امتى وازاي، بتيجي في وقتها والوقت اللي انت فعلا جاهزه ليه. يمكن لو كانت جت بدري شويه ما كنتش هبقى جاهزه، لان زي ما بقولك كان عندي خوف ورهبه من الكاميرا، بس هي جت في الوقت اللي انا فعلا كنت جاهزه فيه، او كنت خلاص بقيت عندي اكسبيرينس وخبره على الراديو، فحاسه بقى ان انا ممكن اتاهل للخطوه اللي بعدها اللي هي ايه بقى، تلفزيون وكاميرا والكلام ده كله. عملنا الحلقه الاولى وطلعنا بالبرنامج، واحنا السنه دي في السيزون الثاني اهو. اول حلقه انا بتفرج عليها لحد النهارده، يعني اي حد حتى بيسمع كلامي ده هيخش يجيبها من على اليوتيوب. عارفه ما تحس ان في هارت بيت هنا عند حد، انا قاعده بتكلم بمنتهى الثبات وكل حاجه، والحته دي عماله تعمل كده من كتر ما انا متوتره، وانا بحاول بقى اسيطر على خوفي، بس باين عليا. اللي عارفني بقى طبعا عارف ان سلمى فاضل لها ثانيه ويغم عليها على الهوا، فاهمه؟ بعد فتره بقى خلاص ما بقاش في كان هوا، ويعني فاهمه من الدار للنار، من الراديو مش بس التي في وكاميرا، من الراديو لهوا، يعني ما فيش غلطه فوره، غلطه باي باي بقى. باي باي انت بقى. فطبعا الوضع كان موتر جدا، بس يعني حلمه اتحقق. بصي، هو الفيلد ده عامه فيلد الميديا صعب، كلنا عارفين ان هو صعب. بدايه من ان انا هكون وهبقى امتى وازاي، لان انت عارفه ان المعروض كتير والمطلوب قليل، ودي مشكله. فهل انت هتبقي من المطلوب القليل ده؟ دي الفكرة بقى، الموضوع صعب. فالصعوبات اللي واجهتني ان انا طول الوقت، لان كان لحد دلوقتي بتواجهني صعوبات، ولحد دلوقتي حاسة ان انا مش بيرفكت، ولحد دلوقتي حاسة ان انا محتاجة اشتغل على نفسي اكتر واكتر، ولحد دلوقتي حاسة ان انا في بدايتي، بس انا حاسة ان انا كمان 50 سنة هفضل اقولك انا لسه في بدايتي، وانا لسه محتاجة اشتغل على نفسي اكتر. فمش عارفة هي دي حاجة ايجابية ولا سلبية الصراحة، بس يعني خلينا نستفيد من ايجابياتها، ان انت طول الوقت بتحاولي تشتغلي على نفسك، طول الوقت بتحاولي تكوني احسن، طول الوقت بتحاولي تكوني مثقفة اكتر، طول الوقت بتحاولي تكوني لبقة أكتر، طول الوقت بتحاولي تكوني على دراية بكل شيء عشان تصلحي للمكان اللي انت هتشتغلي فيه. فدي بتهيالي أصعب حاجة بالنسبة لموضوع الإعلام عامة. مع أن أنا كسلمة مفروض ما أقولش كده، بس خليني أقولك بمنتهى الصراحة، أنا بحب أتكلم براحتي، يعني أنا أحب أقدم حاجات لايت قوي وحاجات خفيفة. الحاجات الدسمة مش ما يعني مش بتليق ليا ولا لروحي، فاهمة قصدي؟ أنا أحب قوي أكون على دراية بكل شيء، وأبقى عارفة الحاجات دي أخبارها إيه والدنيا فيها إيه ليا أنا، إنما أقدمها أنا بحس إن أنا روحي راحة أكتر للفن والسينما والرياضة والموضة والفاشن، لأن دايما بيقولك إيه، اعملي الحاجة اللي أنت بتحبيها. فبمنتهى البساطة أنا ليه أعقد نفسي؟ أنا دي الحاجة اللي أنا بحبها، فأتمنى طول الوقت أكون بعمل حاجة أنا بحبها.
ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.